وعيدة عيدة عيدة عشيري يدرس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا اكسر كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري يدرس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا اكسر Hey, Dawood, yaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hambalyada salaamaha ciidda ay isku marinayaan hawada bulshada ku dhaqan magaalada Cerigabo. Barnaamijkuna waxa idin ka imanayaa xarunta badda AS 24 TV oo ku leeyahay magaalada Cerigabo. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Saciid Muuse Faarax Siis Qurbaawi ku soo dhawaada. Waxaan maanta hambalyeynayaa hambalyada ciidda Ciid al-Fitr. دمان أمد الرئيس سوماليلان يو أمد مسلمك يو أمد الرئيس سوماليا انت أمريكا كسو قدبه وحان قارهان وكسو همباليين اياه عيال كيغو دمان كالتشوغة هرقيسة عرقابو باران بوساسو عرمالي يو ميل كسو يوكالسوغيزين بان يان آدياد همباليين اياه يحاس كيغا يو دمان ورياشا كان غالقايب غالي الرئيس سوماليلان قارهان قيبت ياد عرقابو همبليه 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 من سعد عيد داو بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمان امده المسلمين تا ميل كاستي جوغان يا دمان انت افكا سوماليا كو هادشا ميل كاستي كون ليين با وحنا لينا همبليه همبليه عيد بركيسن عيد الفطر دا وحنا لينا هي كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم ان ادبن و همبليهنا ان شاء الله إذن إيه تحيتنا وحنو رجين دونا إن شاء الله خير إيه بشو شي برواقه إنو نبتقل يالله سبحانه وتعالى نقول قارسيو كل عام وأنتم بخير وسلم كل عام عيد وناكسان عيد وناكسان دمان أمضى مسلسل كاميركا سيجوكتو وحن لأي هاي تقبل الله منا ومنكم إلهي نقع قبل بشا بركيسان أي نصوم الرأي عماش هيدي سببنايد أي نصوص ميني بشا بشا هيدا سنتك سنت كيسة هاي نقول قارسيو بش بش برواقه رين رين أملي إيه نبتقليو إيه مدنمو قد هان أمضى الصوماليات وان وحنو درياه عيد وناكسن بان ليهي ما قارهان وحنو سي درياه سومالي لان أمضى ده قارهان سناك بانو سي درياه وحن ليهي إلهي هاي نقاق بلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كل عام أنت بخير وحن ليهي شعبك سلمين تعمل كستكرة شوغان عيد مبارك وكل عام أنت بخير إلهي وحن كرجلنا عيد عيد يدينو باش بشي برواقية عاف ما تقبل نقو قارسيو وحن قروا هالكا ما انتا انو غفا يديسان انا فرحة عيدة عيد الفطر همبالي انو دري دمان شعبك رير سومالي لا ملك استيكر جوغان دي بدي قودو قارهان شعبك رير سناك وحن لأي همباليو همباليو عيدة عيدة الهي عاف ما نقو قارسيو الهي نحن كرتين انا الهي نبتقل دي نوسيا ديو وحنا ونكيف هذه السنة يالكرنا هنا الشعب كرير سنة قارهان شعبك تيجان كعيل فين يجي دانا وحنا نقول بقى أنا يقول هاي هاي نبت قليو وارتا إن إلى هاي سيو إن عقل جود نشقيو إن عقل جود نشقيو بس كحد أنا كل شقي سيان إسكال اللي هو بان واحد عاي ثوابت أنا خصو نقدان إلى السنة قرش جينا واحد يترى الله ونحرسته واحد بكون الله شافيو وحن كلو إلى هاي كبرين إلى هاي تكرقنا لبتي هذا لهين نجا قبوتشيو آدي أدوم مسدين وحن سكارة ينو هبليني بعض صحافة تكارهان كو سنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلق ما حك السلام يا دم المسلمين تمل كستي شوغان كارهان والدين تي ولا شيء آسيا يا دم أبو وهم حد فرح يا دم المسلمين طيب بعدك بالعالمين مقعد محمد شام حسن نوح وحلا يا همبلي يا همبلي يا همبلي عيد مبارك ملك استوى شوكتان دمان تلك المسلمين تعدل يدبد وحنا لا عيد مبارك عيد كان عيد كيس بش بشي برواقي لا نقدر ملك استوى شوكتان آمين وحنا سيجار والسلام يا تدوينها رير سوما لان قارهان تدوينها رير سناك ملك استوى شوكان وحنا لا هاي همبلي يا همبلي يا همبلي عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالمين وحن سلام يا دمان بأمد المسلمين تملك استيجوغان انت مقع عيقي موقعي وقرانسا وحن لقي هاي عالم الإسلام با لقى عيدة يايو فرحد لقو عوويو عرك اوغاديسا لقى ردا عروقي تير ساعد وحن رير عيلة فوينة وحن لقى هاي دون تيقود لساعد يونسيو دود بها فارح ترك شحيس حاق ذاتي لبدا دارودي
نکست بدهیو حال کوا اولو یاد دیر کوده که گو دگه دگال های گوشی دیر تو هم. و حس سلامی دمام با امت اسلام که میل کستی چوکتو و حالی های عید عید ده ایله های پش پشی برواقو هنو گرسیو حالی دمان تیم بعید مبارک عيد مبارك وانتم بخير. السلام يا دمان شعبك الصومال بيت الصومال وانتم مسلمين تا دمان اصحابتا انت مقعاك يمو قيق التغانا وحنا عيد مبارك عيد مبارك عيد العافية. حمبليو أمرنا يا فرحد عيد اوجد دمان امد مسلمين تا قارحان امد جمهورية الصومال وحنا عيد كان عيد كي سنوات كو قارا وحن سجّر هذا كنوع السلام يا مدحونا جمهورية سومالان يو وسير هذا وعليه هاي تقبل الله منا ومنكم رمان ألك السلام يا مدام مسلمين تا ملك ستيتشوغان قرهانا تدك قبل السنة وحليه عيد مبارك كل عام وأنت بخير الرحمن الرحيم همبل يا همبل يا عيد مبارك كل عام وأنت بخير دمان وحن لكن همبل يا عيد الله وداعي يا مدام مسلمين تا يا مدام سومالان ملك ستيكونوا ليهن قرهان مدام هير سنة كارهان دك مدى عرقا ومدى كنو لي النواحي قد وحنا يهم بلي يهم بلي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم مصالح الأعمال إلى هاي عيدا عيد إذا بش بش برواقع عاف ما هاي نكو قارسيو عيد مبارك وان كلنا هاي دمان ومدى الصوماليات ملك استوي كتشوك عن عالمك يا ومدى مسلمين تأه وحنا هاي ومدى إسلامكم ملك استوي كتشوك نبتكو عيدا كارهان ومدى الصوماليات وحنا هاي نبتك عيدا بعد عيد السلام يا أصحاب تيدا فام لقيقا قارها وحسلام يا مرودة يدا عرور تيدا أبا هاي هو يدا ولا لا هاي دماء وحلا يا هاي نبت يبش بش يبروق عيدا مان رحيم ما أنتوا معلومين عيدا فرحة يوم كعيدنا هل كان عير قابو runti aniga farxad gaar ah ii tahay ciir gaamanta inaan ku ciido markii igu horeysay aan ku ciido waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta meel kasta oo joogan kullu aam aantu bi khair taqabbal allah minha wa minkum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan umada islaamka meel kasta oo jooga wal salaamayna waxaan leena kullu aam aantu bil khair ciid wanaagsan ilaahay bashbashiyo barwaaqo ciidida ay nagu gaarsiiyo amni iyo nabad iyo wada noolaansho ilaahay nagu gaarsiiyo soomaali maxamed meel kasta oo jooga waxaan leeyahay labadooda labal bayna dhaqda inama dhaqdo waxaan ku raaday colaad iyo waxaan kula kala qaybsanaan iyo qoqob beelaha walaalaha ee gobolka Sanaag degana si gaar ah waxaan u leeyahay nabad aan ilaalo nabad aan adkeyno qaranimada iyo nabadu way isku xidhan yihiin nolosheena nabad baa hagta meel kasta ay joogan baaq baan u dirayaa waxaan leeyahay nabadu waxay noo waxaan ku raaday inoo suurto gelisay inaan noolaano oo noolaano si qiimo badan si qurux badan iyo si waxaan ku raaday horumar iyo ku jiro waxaan ku raaday kala dambeyn iyo xushmad dhammaan umada islaamka meel kasta jooga wa salaamaya si gaar ah waxaan u salaamayaa saaxiibadeeda gaarka maxamed saciid ducale urdugaan axmed cabdi xuseen faarax abdul nasir khalid iyo gruubis fara badan halka ka wada salaamayo si gaar ah waxaan u salaamayaa qofigu qaalaya alaykum salaatu salaam ala ashrafil muslimiin halkan uga tahniyeedinayaa dhammaan umada islaamka kullu aam wa antum bi khair baan lahay dhammaan umada shacabeenaha reer soomaaliland ilaahay kullu aam wa antum bi khair عيد عيد ده لا هاي بشوف شيء بروقة هنقول قرسيو إن سيدك الله السلام يا خيرت مالك عايا تعرف نقول سلام إن تفيقا إن تفيقا بتاع سنة أدب نيوز دوين ما شاء الله تفيقا وما تقول شقاني يا دلني يردو بيرجلنا يا الحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير رمان وحن هلك نقول هني دين يا ومد السلام كا نالك سلكت شو ندافع عالم كا قار هر مد الصوماليين وحن لا يا هاي كل عام وأنتم بخير سنة كاسنة كي سيلاي نقول قارسيو بش بش يبرواقو أيان لا يهاي وحن خوفا يسيا من سودن عيد كا يعني باقو درو نمان تذكر الصومالي ده نقول بدبات كشرتو إن أي خد الغدار دبات هذا نبدنا لا يلاليو يا رو تذكر ودريا وحن كلو أنو ما حنا غيا تيفي قبض عس يوري سبا سيدا أيوة قيب قادنا يان باهنتا مناسبة أنو عنو كلا بلا توفيق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ما أنت وما أنت عيد مسلمين تا وحلا هي عيد مبارك دمان مسلمين تا كنا الجمهورية الصومالية الآن إن أي كم ديهم قبل السنة إل كي قرابة وحلا هي عيد مبارك ولا ليال إلى هي عيد عيد هذا نوكر سيو بش بش يبرواقه عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير
ان halka waxaan ka salaamayaa umada muslimiinta meel kasta ay ku nooshahay dhaafaha adduunka gaar ahaan umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamulilkii ان sadaqadii ducadii wixii aynu soo qabanay ilaahay ayna ka aqbalo ان waxayna ka aqbalo inaga ajibo dambigeena iyo kiwaalitana la dhaafo waxaan kaloo halkan baaq nabadood uga jeedinayaa ان dadka ku dhaqan deegaanka ceelofeyn ee wiilay abtigiya waxaan leeyahay walaalayaal dani dugsiga jirto waxa weeyaan een inaad xabad soo qaadataan ee wadantina garta waxa ay soo tihiin ay xawayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala in faasiyo macallay kullu caab wa antu bi khayr bismillaahir rahmaanir rahiim een xawaye hambaliyo 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 een waxaan dhamaan la wadaagaya hambaliyada munaasabada maalinta koowaad ee ciid al fidriga een dhamaan umada islaamka iyo gaar ahaan een umada soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antu bi khayr ilaahay ciidka ciidkeeda bash bash barwaaqo iyo caafimaad hay nagu gaarsiiyo een waxaan nagu ducaynayaa walaalaha soomaaliyeed walaalaha islaamka ilaahay nasri nasrigan ka wanaagsan ciidda dambe ha ku gaarsiiyo guul guulahan ka wanaagsan ciidda ramadaan ciidda xigta ha ku gaarsiiyo barwaaqada ka wanaagsan ilaahay ciidda ramadaan ha ku gaarsiiyo wakiis cabdi cali kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta dunida ducaladeeda kaga nool yihiin waxaan leeyahay ilaahay ciidan ciiddeeda hayna gaadhsiiyo dhammaan muslimiinta khaasatan soomaalida dhibaatooyinka iyo meelaha dhibta ku jirtana ilaahay waxaan u weydiinaynaa amni iyo nabadgelyo ciid mubaarak maan raxiim kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan hambalyad uga dirayaa farxad leh dhammaan ummadda islaamka ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr mar labaadka waxaan hambalyo u dirayaa ummadda soomaaliyeed waxaan hambalyo u sii dirayaa mar saddexaadka ummadda reer Soomaaliland ee qaranka 82 jirka ah ee nabadda iyo xasiloonida ku naalooda waxaan leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa hayna ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad iyo qarankeenu dhinacyada hayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliland waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr ilaahay camaashaynu soo gudanna haynaga aqbalo waxaan si gaara u salaamayaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi iyo marwadiisa waxaan kaloon hambalyo farxad ciideed u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland iyo marwadiisa iyo dhammaan laamaha dowladda waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil ibraahim maxamed kullu caam wa antum bilkhayr taqabbal allahu minna wa minkum bicmaali saalixaat ilaahay kuwii sanadka sanadkiisa barwaaqiyo bishbish ku gaadhsiiyo uu dembi dhaaf uga sameeyona baynu rajaynaynaa insha allaahu bacda salaanta ciidda kabacdi waxaan aada u salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda gobolka sanaag waxaan aada u salaamayaa waalidiinteyda qaaliga ah waxaan salaamayaa walaalahayga qaaliga ah dhammaan faamiligayga asxaabteeda ilmaadaradeeda dal iyo dabad meel kasta ay kala joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr intaa kabacdi salaanta kabacdi waxaan aada ugu hambalyeynayaa TV-ga mar kasta ku hawlan inuu warbixinno hufan oo dheeli tiran uu u soo gudbiyo bulshadeenna gobolka sanaag iyo daafaha caalamka ee sanaagba oo ah TV-geena badda cas 24 iyo wariyihiisa Siciid Yare waxaan leeyahay TV-gaasi waa TV waajibaadkiisa qaran gudanaya shukran laka shukran laka kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr meel kasta ummadda muslimiinta ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak gaar ahaan ummadda soomaalida gaar ahaan soomaaliland waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan hambalyo uga dirayaa maalinta ciidda farxadda awadeed ummadda muslimiinta meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer soomaaliland gaar ahaan ummadda reer sanaag meel kasta ay joogaan waxaan halkan kelmad u sii marinayaa maanta ummadda reer sanaag meel kasta ay joogaan dunida waxaan jecelahay in nabadda iyo horumarka aynu ka wada shaqayno bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak si gaara dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak soomaaliland si gaara waxaan leeyahay ciid mubaarak tolkayna si gaara waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaani raxiim
maanta aad iyo aad ayaan faraxsanahay. Magacaygu waa Khadra Ismaaciil Guuleed, ku nool magaalada Ceyrigaabo. Aad iyo aad baan u faraxsanahay farxadda ciidda awgeed. Waxaynu soo soonay bishii Ramadaan, Ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in Ilaahay naga aqbalo ciidka, ciiddiisana Ilaahay inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaan halka ka salaamayaa dhammaan faamiligayga iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay ku ciideen, gaar ahaan ummadda Soomaaliland aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay farxad ku ciida, farxad ku ciida, alxamdulillah rabbil caalamiin. Maanta waa maalin farxadeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam biantu khayr. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, iyo ummadda Islaamkaaba waxaan leeyahay kullu caam biantu khayr. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr. Taqabbal allahu mina wa minkum min acmaali saalixaat. Meel kastoo joogtaan ilaahay sanadka sanadkiisa nimciyo baraariyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo. Runtii waxaan u mahadcelinayaa telefishinka Badacas TV iyo Siciid, aad iyo aad baad mahadsantii baan leeyahay. Arxiim, ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Dhammaan ummadda muslimiinta ahi meel kastay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak kulli caam wa bilkhayr. Meel kastay joogaan ummadda muslimiinta ahi waxaan leenahay allah idinku gaadhsiiyo caafimaad iyo cimri dheeri iyo bashbash iyo barwaaqo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel walbay joogaan. Ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay si gaar leeyahay ciid mubaarak. munaasabada farxadda ciidda awgeed waxaan telefishinka caalamiga Badacas 24 aan halkan hambalyo uga marinayaa maamulka iyo shaqaale weynaha telefishinkaasi iyo shaqaale weynaha jooga degmada Ceyrigaabo iyo gobolka Sanaag, Siciid Muuse Faarax iyo gruubkiisaba. Waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr. Waxaan si gaar leeyahay reer Sanaag aynu nabadda ka wada shaqayno, nabad baa naas lanuuga leh, nabad baa wax lagu wada yahay. Waxaan dhalinyarada uga faa'iidaysanayaa munaasabada ciid fidriga awgeed in ay nabadda ilaashadaan. dhalinyaray nabadda inaga wax ku ah, inaga ninka odayga uu hagaya waa inaga, ninka goobta ku dhibanaya waa inaga, ninka ku mustaqbal waaya waa inaga. Waxaan leeyahay marka dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland, dhalinyarada reer Sanaag, waxaan leeyahay nabadda aynu wada ilaashano. Waxaan halkan si gaara fariin gaaraan uga dirayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waxaan leenahay nabadda reer Sanaag waa u diyaar, waa inay ka shaqeeyaan, waa u diyaar doorkii xukuumadda meesha ka maqan. xukuumaddana waxaan leenahay insha allahu tacaala waad na soo eegi doontaan si dhexdhexaadnimaana arrinkaa waad u geli doontaan. nabaddana waan idinkala shaqayn doonaa. haddaan dhallinyarada nahayna mar walba waxaan nahay idiin diyaar baanu nahay. wasalaamu calaykum. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. ciid mubaarak baanu leenahay dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland, guud ahaan gaar ahaan dadweynaha gobolka Sanaag, macal ciideyn mustabshiriin faayisiin hambalyo. waxaan u dareynaa ummadda Islaamka, ummadda reer Soomaaliland, ummadda gobolka Sanaag, ummadda reer Ceyrigaabo, waxaan leenahay sama ku ciida, caafimaad ku ciida, ciid wanaagsan. in hambalyo gaara waxaan u dirayaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, golihiisa wasiirada, labada gole qaran dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan. waxaan hambalyo u dirayaa caruurtayda oo maashaalaysan oo meel walba jooga, Yurub, Soomaaliland, Xamar, haddii la yidhaa Sanaag intaba. waxaan leeyahay aabo hambalyo, hambalyo aan idinkala idin leeyahay hambalyo. waxaan u dirayaa xaaskayga sulaakha nimco yar, waxaan leeyahay idin wanaagsan. waa idin salaamayaa. alxamdulillah suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu wasalam. runtii waxaan aada ugu faraxsanahay oo ku faraxsanahay ciidka. maanta ummadda muslimiinta aan wada ciidayno, ummadda walaalaha islaamka ah, khaasatan soomaaliya, khaasatan somaliland, khaasatan reer Ceyrigaabo, waxaan leeyahay taqabbal allaahu acmaalakum bisaalix alacmaal. sanadka sanadkiisa ilaahay guulaha inagu gaadhsiiyo. waxaan rajaynaynaa ummadda aan leenahay nabadgelyo iyo horumar, aan rabadaan ka dambaysiino ku fikirro. meel aad joogtaanba hambalyo, waxaan hambalyo gaara u dirayaa ciidamada booliiska meel kastoo ay joogaan, khaasatan kuwa Ceyrigaabo qaybta booliiska gobolka Sanaag oo runtii si hagar la'aana ilaa shalay ilaa xalay iyagoo mar walba u shaqeeya, haddana feejignaan gaara ku jiray. ilaahayna maaragtay nabadgelyo ugu dhameeyey hawsha ay hayeen. waxaan hay-adaha amniga dhammaantood iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ciida hadday military tahay, hadday asluubta tahay, hadday ciidamada gaarkaa tahay,
كل جد وحنا عيد مبارك دمان مسلمين تافه الدنيا تعالى ده كل شجع وحنا ولينا عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال ولا بخاصها نمت الصومالية ملك سيد شجع دلي دبد شن تقارض وحنا ولينا تقبل الله منا ومنكم إلهي سبحانه وتعالى إنه أقبل بشي خير كل هيد عيد مبارك نبت قلي أمن يخير إلهي سبحانه وتعالى إنه كربيو لي أمبليو عيد مبارك عيد مبارك عيد العافية دمان أمت الإسلام كميل البيت شجع وحنا لي هاي عيد العافية تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال أعماش وأنا السنة دي بشي رمضان صوغة بني الله ماشي وأنا جينا هلكا كسي وأنا ومد الصوم على ميول بيتشوغا نوحن لي عيد العافية أباي بسلام يا كلاي أسلام ساعة هو يدي هو يدي هي يدي ورالا دي ورالا هاي عيب وحان أطالك كسلام يا مدحوين أقرنك سومالي لان مسبح عبد وحان كل حكسيني يا يدمد أقرنك سومالي لان ملك الشيطوغا ولو بعيدك تكره ما قرتي جيت سوحر يا ما تسيبوا ناكسين بقلو إلي ما شاء الله لما نوحان سلامة يا وحي موغا يما حاجة واتقانا سيدو كالي وحان سلامة يا إن سحفك يا إن وغا هول قالي أو ألك نوغي يمي سعيد قرباوي آدي يد مكو سلامة نا سيدو كالي وحان سلامة يا هو يدي أباهي لما مسلمين تاوحي موغا يما حاجة واتقانا إكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم من صالح الأعمال الحمد لله إلهي بها مهادس كاليه وحان حنبليو إيا سلانكو آدن عيدن فرحاد ديدا آن ادرا يا دمان مسلمين تو ميلي چوغان با كارهان أمد الصوماليه دوحان ليا هاي عيدن عيد ديدا كو عيدا باش باش إيا برواقو آد إيا آد بان أمد دا قبل كسنا كارهان بقالاد عير قابو سيدو كرانيانا وحنبليين إيا عيد مبارك عيد مبارك دمان مسلمين تا أقوحان قليا عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما توا مالين آد وقيمة له إغاية له دمان مسلمين تا ميالك سيادون كتشوغان عالم كدا فيدا قال هاندق مدى عيري قابو قوال كسناك وحان لينا عيد مبارك ألخن وحان وقدر يا عيد مبارك دمان في ملكيه ألخن وحان كسلام يا دمان في ملكيه أبنى وحان كسلام يا دمان عالم الإسلام كارهان وحان كسلام يا بحيثو مالان ترى وحان الله مع العيدين كارهان وحان سلام يا عروض سيدي يا حكيت سيدي وارجع سيدكين ما نقول عيد العافية الله مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحلاه هيدا ما نمد مسلمين كستا مد مسلمين تعمل كستي تشوغان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كارهان مد جمهورية بركة السنة الشمالية الله يخونه وحلاه عيد مبارك أنت كدي وحن سكر الله عيد مبارك قبل كييجا مقالة دي دعير قابو يقبل كييجا سناك جوده أنت وحلاه عيد مبارك عيد مبارك أنت كدي waxaan leeyahay nabada muhiimadu loo nool yahay waa nabada in nabada la ilaashato waa muhiim assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan u salaamayaa ummada muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair taqabbal allahu minna wa minkum saalih al a'maal waxaan aad ugu hambalyeynayaa dhamaan ummada muslimka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo 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 ciid mubaarak waxaan kala aad ugu hambalyeynayaa faamiligaa qaaliga waalidkayga iyo walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciidada kale barwaaqo iyo bashbaan ugu gaarsiiyo dunida meel kasta dad aad ka joogtaan ciid mubaarak shiri daris wanaqba ciid al afiya ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida waayle ciid ciid shiri daris wanaqba عيد العافية عيد مبارك عيد وانا تلنتاسي وحن كسو قبدوين نابرام تشيقار كا كساب سناها مباليضة السلامة عيدة وحن ابرام تشيقار لسعود سينا يعني وسعيد مصفى راح تاني يكون انتدي النظام بي نبات قليو